أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بالعربي الفصيح. حلقة اليوم حنحكي فيها شيء يعني المفروض أن النفوس بتحبه وتميل له، لكن خلوني في البداية يعني أعيد عليكم، أعيد على العالم كله باسم كل المسلمين، نعيد على كل العالم باسم كل العرب، نعيد على كل العالم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. والحقيقة لما بنحكي عن سنة جديدة معناته بنحكي عن حياة جديدة، بنحكي عن إقبال على النشاط وإقبال على الحيوية وإقبال على كل القيم الإنسانية بشكل جديد وبمعاني جديدة وبدافع جديد وبانطلاقة جديدة. إن شاء الله دائما ندعو أنه تكون السنة الجديدة أفضل من السنوات الماضية، وأنه يكون هذا العام أحسن عام، وإن شاء الله يستمتع الجميع به ومعه ومع جميع أحبابهم وعوائلهم إن شاء الله. دكتور جمال، كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة، الله يحفظك وخليك، كل عام وأنت بخير، وكل عام وجميع المشاهدين بألف ألف خير يا رب. طبعاً دكتور جمال محضر لنا مقطع الآن حنشوفه، وبعديها دكتور جمال حيعلق لنا عليه قبل أن ندخل بعنوان وموضوع حلقتنا في هذه الليلة.
كل عام وأنتم بخير دكتور جمال. آمين. طبعا موضوع الفيديو، الأغنية هاي لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا احنا العايشين في كندا، تعتبر هاي من الأغاني القليلة اللي غنيت باللغة العربية ومن أطفال خاصة. زي ما أنتم شايفين هاي الأغنية غنيت من قبل أطفال تجمعوا من الفرنش سكول بورد في مدينة أوتوا في 11 ديسمبر 2015 وغنوها بمناسبة نهاية رأس السنة، كان الميلادية زي حفل لرأس السنة. الديركتورز تبعها كان اسمه روبرت فيلون وهو مشهور في أوتوا، والكمبوزر برضو هو مش ما بيشتغل في البورد ولكن جابوه هو من لوريال هاولي من العمالقة في الموسيقى المشهورين في كندا. ولما عمل طبعا انتم شايفين اطفال كتار ومن جنسيات مختلفة والوان مختلفة وحتى في محجبات، فكان له اثر كبير يعني على المجتمع، وهذا طبعا للتآلف والتآخي في المجتمع المحلي، وان شاء الله ربنا يديم هذه الألفة والمحبة. فعشان هيك حبينا نطلع فيها، طلع البدر علينا دائما مرتبطة برأس السنة، وان شاء الله دائما يطلع البدر علينا ونكون كنا بفرحة وسعادة. امين امين. يعني هذه كندا التي نحبها ونتمنى دائما انها تبقى على هذا التنوع، ودائما يكون فيها هذا الاحترام والتعاون والمحبة بين كل أبنائها بغض النظر عن خلفياتهم، سواء كانت العرقية أو الدينية أو اللون أو الجنس مهما كان. طيب دكتور جمال، اليوم إحنا موضوعنا موضوع ربما يبدو خفيف ولكنه يعني في داخله أعماق للنفس البشرية والتجمعات البشرية. الموضوع بدنا نحكي فيه ثقافة السياحة في المجتمع العربي، ويعني أنا بقول من خير الناس اللي إحنا يعني نستضيفهم في موضوع السياحة شخص يعني ما بتحمل إنه يمر عليه السنة بدون ما يلف على مناطق مختلفة سواء محل داخليا أو حول العالم، وهو الدكتور جمال الشريف. دكتور جمال، خلينا في البداية نحكي بشكل صريح ومباشر وبالعرب الفصيح، هل بتشعر لما بتسافر يعني إلى أماكن مختلفة بشيء خاص؟ يعني شو هو شعورك الحقيقي لما أنت بتسافر، لما بتكرر سفراتك، لما بتروح كل سنة وبتطلع بتغير المكان؟ طبعا هو تغيير جو زي ما بنحكي، بخفف الاسترس، وأحلى شيء أحلى شيء إنك تتعرف على أماكن جديدة، ناس جداد، عادات وتقاليد جديدة، وبتوسع فهمك للبشرية اللي موجودة على الأرض. يمكن الناس اللي بيسافروا بيكونوا أكثر open minded لأنه بيشوفوا عادات وتقاليد وحتى قوانين يمكن ما بيعرفوها. أنا لما رحت على ماليزيا شفت قوانين صادمة، يعني لما رحت على سنغافورة هناك علك العلكة $500 بتدفع عليها، السيجارة في الشارع $500. ففي عادات يعني وقوانين وشغلات جديدة تتعلمها، لغات يمكن تتعلم لك كلمتين ثلاثة من الدولة اللي رايحة إذا لغتك إذا لغتهم مش مثلا إنجليزية أو اللغة اللي بتحكيها أنت. فهذا كله يعني بعطيك، بقول لك في 7 فوائد للسفر، أنا بحكي في 100 فائدة، يعني أكثر من 7 فوائد. يعني أنت بتشوف السياحة والسفر والزيارة، الزيارة بغرض السياحة مش بغرض الشغل، ولا بتشوفها يعني شيء رفاهي، ولا بتشوفه ضروري يعني من الضروريات، ولا بتحسها من الرفاهيات؟ شوف أنا بتوقع إنه ضروري. حتى السفر لأجل العمل لازم تأخذ فيه، يعني إذا أنت رايح مثلاً على منطقة، نحكي على الفلبين مثلاً، رايح مؤتمر، هل معقول انك تروح 3 ايام مؤتمر وتروح؟ انا بقول انت ضيعت السفره. بتروح المؤتمر 3 ايام تبعتك وبتزيد عليها اسبوع، بتروح تعمل سياحه وبتشوف وبتدور، ما دامك رايح. ففعليا لا، لازم تروح وتتعلم وتشوف. واكيد اكيد اكيد يعني انا بحكي ابوي الله يرحمه هو السبب في هذا الشيء اللي وجدوا فيه. انا لما كنت ادرس في اوكرانيا أمي كانت تعيط تقول يا جيب لي الولد، خاصة بعد ما خلصت أول سنة،
اتصل فيي بقول لي يا بابا اسمع بدك تيجي هون بدك تاكل نفس الحمص ونفس الفول ونفس الكنافه ونفس الباميه ونفس الملوخيه وتشوف نفس الناس وتبوس نفس الناس وتمشي بنفس الشوارع، شو حتستفيد من الجاي غير شوفتنا؟ احنا بدناش نشوفك. يعني الله يرحمه كان احيانا يشعرنا انه احنا هو قاسي، انا عارف في قلبه بده يشوفني ومشتاق، خذ المصاري هاي وروح اعمل سياحة، انت لسه عزابي سهل انك تسافر لحالك. الله يرحمه كان يقول لك هيك؟ اه يقول لك هذا استثناء. الله يرحمه هذا استثناء، يعني معلش يا جمال هذا استثناء. يعني جماعة زمان كانش يحب يعني يدفع على السياحة. انا ابوي كتير، يعني انا من صغار رحنا يمكن 10 دول مع ابوي، رحنا كروز على البحر الابيض المتوسط، ايامها ما كانت الكروز هاي حلم يعني. فهو لا الله يرحمه كان يحب السياحة وكان دائما يحب نطلع ونطش ونزور، يعني حتى الاماكن التاريخية كان يحب. هو شوف هو اللي علمني، يعني هو اللي حطها فيه هاي. فلا بالفعل انا زرت كتير دول ومدن خلال وجودي، وكنت فعلا كل انزل كل 2-3 مرة، يعني يمكن دراستي نزلت مرتين، ولكن زرت تقريبا كل شرق اوروبا، واستطعت اني اسوي شغلات كتير يعني حتى في روسيا وفي اوكرانيا. سامي كالعادة معترض عليك. ليش؟ بحكي لك خلط سفرات العمل مع السياحة شيء مش بروفيشنال وبيؤدي الى مخاطر ومشاكل. نيفر. يعني انا كثير رحت مؤتمرات، انا رحت مؤتمر على اليابان مثلا، المؤتمر كان يومين، خلصنا المؤتمر كل الوفد اللي معي روحوا، قلت لهم انا ام سينج هير، وجلست بعديها اسبوع عملت زياره لثلاث مدن، انبسطت فيها، شفت شغلات جديده، الفيزا مدفوعه اوريدي والتيكت مدفوع، اللهم ضل علي فقط الاسبوع اللي جلسته حسابي which is nothing يعني. فلا بالعكس، اصلا بعد المؤتمر بدك تعمل شويه ريلاكسيشن هيك. اصلا الان في شيء بيسموه التدريب السياحي اللي انت بتطلع تتدرب فيه، بتاخذ فتره نقاهه وبتتدرب بدون ما يكون في عندك وظيفه للعمل، وبعدين بتروح بتشوف اماكن مختلفه بتزورها وبتتعرف عليها، وانت بتستفيد ثقافه وبتستفيد شيء جميل. اللي احنا بجوز النقطه اللي ممكن اوافق عليها سامي في جزء، اللي هم اللي بيترك الهدف الاساسي اللي رايح عشانه وبصير يروح يلف ويروح سياحه. يعني احنا بذكر بدون ما اذكر الدول واسماء الدول والمجتمعات، كنا لما نطلع على دورات مثلا للعمل تدريبية، فكنا نروح نتدرب، كان البعض بدل ما يجي يحضر الدورة يغيب، وين موجود؟ يكون سهران طول الليل، سهران وراح شايف أشياء ومستمتع وشاف الدنيا، ولا حضر ولا يوم في الدورة. فكأنه يعني فعلا كل السياحة راحت، يعني كل الدورة راحت سياحة. أنا معك، لا هذا لا يجوز. هذول اللي بجوز بيقصدهم سامي. طيب الآن إحنا في السياحة بنتكلم عن ثقافة مجتمع، هل بتشوف إنه المجتمع العربي عنده ثقافة السياحة؟ يعني أنا بذكر من الأشياء اللي كنا نشوف فيها السوريين مثلا، إخوانا السوريين كنا دائما كل جمعة لازم يكون في عندهم إشي بيسموه سياران، فلازم هذا لما بيحكي انه ثقافة مجتمع فعلا ثقافة مجتمع، يعني بتشوفه كل جمعة بتحملش، لازم يروح على مكان او يروحوا زي احنا بنسميها الطشة، يروحوا يعني زيارة سريعة او يروحوا طلعة سريعة هيك، اللي بيسموها هم السيران، بيروحوا فيها العائلة بالاصدقاء وهكذا. هاي ثقافة مجتمع، هل بتحس انه احنا كمجتمع عربي عندنا ثقافة السياحة؟ انا شفت كنديين وشفت ناس اوروبيين بحكي لك انا بجمع طول السنه مبلغ علشان لازم انا اروح على مكان جديد، هل احنا كمجتمع عربي عندنا هاي الثقافه دكتور جمال؟ يسنو، يعني بدي احكي لك اياها يسنو صراحه، خاصه احنا المغتربين في نعم. في معظم سياحاتنا للعوده لزياره الاهل والاصحاب والاصدقاء، يعني يمكن تحكي 90%، خلينا نحكي الهدف بنا هو الصيف نروح نزور الاهل،
من هالأولاد بتعلموا عادات تقاليد، لكن موضوع إني أنا أعمل سياحة وأروح مثلا على فرنسا وباريس ويمكن بعدها ميل لي 4-5 أيام على الأردن أو على العراق أو على سوريا وريفر أنت من وين، ما أعتقد كتير موجودة في المجتمع. في ناس لا بحبوا الشغلة هاي بس مش popular، لا ما أتوقع. إحنا يعني أنا عشت في الصين وشفت كيف السياحة في الصين جنون، يعني لما بتيجي موسم عطلة بتلاقيش تذاكر، يعني إذا أنت مش حاجز قبل 3-4 أشهر impossible. طبعا الصينيين في 2018 سافر منهم 140 مليون شخص خارج الصين خلال سنة 2018. ب 2019 طبعا 20 وهاي 21 سافر حوالي 400 مليون، يعني انت بتحكي عدد سكان الوطن العربي بس عملوا رحلات خارج الصين مش داخل الصين. فلا الصينيين مثلا عندهم هاي الثقافة الآن، لأنه صار معهم شوية فلوس صار عندهم هاي الثقافة، فبتختلف. لا مش زينا. سامي بحكي انه العالم العربي اكثر ناس بحبوا السفر ولكن مادياتهم مش كويسة، يعني هذا واحد من الأشياء اللي إحنا بدنا نحكي عنها. فخلينا مدام استبقها سامي، هل المشكلة مشكلة مادية؟ يعني هل السياحة بالضرورة محتاجة فلوس؟ لازم تكون في معنا مصاري علشان نقدر نعمل سياحة؟ إذا عرفت تحجز تذاكر صح بالوقت الصح وعرفت كيف تدور صح وتعمل بلان صح اكيد في دفع فلوس، بس مش استنى شوي دكتور جمال، انت بتحكي تعمل بلان صح، يعني هو السياحه لازم يكون فيها خطه؟ اكيد. يعني انا أكيد. من اول السنه بدي اكون حاط في الاجنده تبعتي، اكون حاط في الخطه تبعتي في السنه هاي اني لازم اطلع سياحه. انت معتبرها جزء من اساسيات الحياه، معناته اللي في السنه لازم تعملها. الكنديين عندهم شغله اسمها ترافل بوكيت، زي صندوق بحطوا فيه الاماكن اللي بدهم يزوروها. فهذه اذا بدكم انا ممكن ابدا في الموضوع احكي فيه لانه الموضوع كتير شيق. يلا تفضل ابدا. حجز التذاكر هذا شيء يعني علم. في ناس بقول لك انا بجيب لك تذاكر رخيصه، في منتديات وفيسبوك بيجز بعطوك the best deals بوقت معين. مثلا بقول لك في سيستم ايرور في شركة الطيران الفلانية وممكن تحجز. انا سافرت مثلا على مدغشقر 250 دولار بس عن طريق فرنسا، وعملت ترانزيت في فرنسا من كندا. why؟ لانه كان في سيستم ايرور و they have to يعني يعطوك التذكرة whatever it's not your mistake. فهمتني كيف؟ هذا المستيك تبعهم. فإذا أنت عرفت أنت تحجز وعندك سبسكريبشن لهذه مثلا التشيب تيكتس ويب سايتس، بتقدر تعمل أليرت في معظم الويب سايتس الآن، مثلا جوجل فلايت بتقدر تعمل أليرت احكي لي أمتى التذكرة هاي بتصير رخيصة، أنت مش مستعجل عليها. فأنت إذا أنت عندك قدرة أنك you plan your time and you plan your vacation، أنت بتقدر تطوع المبلغ هذا. سافرت أنا على أستراليا من أغلى التذاكر عليها. حلو. سافرت من أوتوا. هقول لك من أوتوا لفانكوفر، عدت يومين في فانكوفر، انبسطت بفانكوفر، بعدين نزلت على من فانكوفر لإل إيه، هذه بسموها الجت لاي، هلا بحكي لك إياها لأنه هاي أرخص بكتير. نزلت على إل إيه، زرت إل إيه، عدت يومين فيها وانبسطت وغيرت جو، ومن إل إيه نزلت على ميلبورن، عادت في ميلبورن عند أخوي فترة، بعدين نزلت من ميلبورن لسيدني، عادت في سيدني برضو أسبوع عند أصحابنا وأولاد عمي، ومن سيدني رجعت على فيلادلفيا على شو اسمه سان فرانسيسكو، برضو عادت فيها يومين، ومن سان فرانسيسكو جيت على أوتوا. كل هاي التذكرة كلفتني 880 دولار. كم؟ 880 دولار. أوف. هذا بروح فيه مع الأردن المبلغ هذا. وكانت بالصيف، كان سعر التذكرة من أوتوا لفانكوفر 850 دولار. لا بس من أوتوا لفانكوفر. لا هذا سحر. طب كيف هذا بدنا نعمله؟ حكيت لي هحكي لك شغلات. مثال، اوعى تدور على تذاكر من البراوزر العادي.
لازم تدخل على البرايفت براوزر. البرايفت براوزرز سهل جدا تدخل عليه من اي براوزر. فوق بتلاقي في ثلاث نقاط، في بتلاقي ويندوز نيو ويندو، في نيو برايفت او ان برايفت ويندو، او حسب البراوزر تستخدمه. ليش؟ لانه ما بجمع الكاش تبعك، فما بتبركش انك عم بتدور يعني، خلاص اذا انت سكرته بتروح الكاش. انت عملت فيديو على شراء التذاكر، عملت عندك على اليوتيوب تبعك في فيديو على شراء التذاكر موجود. يس خلاص نبقى نحطه بعدين على الشباب على الكومنت ولا يهم. حلو طيب كملنا. بلس دور على عدة مواقع، يعني ما تدور على موقع واحد. مثلا كياك من المواقع الكويسة، جوجل فلايت من المواقع الكويسة، في مواقع بتحجز لك اللي هو زي ما حكيت أنا اللي هو مالتيبل جيتس، اللي هو أنا بدي أكثر من واحدة. في مواقع بتدور لك على أرخص تذكرة بس بالنص، يعني مثلا أنا بدي أروح من أوتوا ل تكساس، أوكي التذكرة هاي بتقول لي أنت تذكرتك أوتوا تكساس أو هيوستن لاس فيغاس، بس أنت بتنزل في تكساس ما تطلع في الهادي، بتلتغى التذكرة، بس أنت أرخص لك منها تطلع من أوتوا للاس فيغ ل هيوستن مباشرة. أوكي لأنه بيكون الموقع فيه هذا النوع من الأدفايسز، هذا النوع من النصائح على عدة مواقع. ما هو عشان هيك بدك تدور شو أنت الموقع اللي بدك إياه. إذا بدك أنت تعمل، في ناس بقول لك أنا ما بدي ترانزيت، أنا ما أنا بالعكس بحب الترانزيت لأني بستغله، يعني أنا ما بنزل ترانزيت ساعة أو ساعة، لأنه منها بزور. مثلا لما رحت على مدغشقر زرت فرنسا، عدت 4 أيام فرنسا، زرت باريس انبسطت فيها ورحت على مدغشقر، خلصت المهمة تبعتي ورجعت. فأنا أخذت زي زرت مدينتين أو دولتين في نفس الوقت. أنا لما يعني في واحدة من السنوات روحت فيها على الأردن أخذت الروت تبع تركيا وأخذت الترانزيت الأعلى في تركيا. وبتعرف بالجواز السفر الأردني بتقدر أنت تدخل تركيا بدون ما تكون معك فيزا، ويعني شفت أصحابي اللي هناك وطلعت أنا وياهم ورحنا، 9 ساعات كانوا كافيات جدا في أنه يعني أستمتع باللي شفته وبعدين أكمل رحلتي. أنا بدي أوافقك، تركيا من أفضل الأماكن. مثال إحنا أنت حكيتها very good، هذا ليش كمان لازم تعمل planning للموضوع. مثال تركيا إذا معك أنت جوازين، جواز سفر أردني وجواز سفر كندي، الأفضل تدخل في الأردني لأنه الفيزا تبعته free. الكندي بتدفع حوالي $120 على الفيزا، مع أنه نحن بنحكي الجواز الكندي أقوى، ولكن هنا الأردني كان أقوى. مصر نفس الإشي، الجواز الأردني فري الفيزا، لكن الكندي بيدفع أعتقد $35. ف يعني إذا أنت بتعرف تعمل بلانينج، أنا شفت هون بيحكوا عن الفنادق. نعم سامي بحكي الفنادق. لك الفنادق غالية. طيب أحكي لكم عن الفنادق. في يعني أنا من الشغلات اللي بحبها بحب أتعرف على الناس، طبعا خاصة لما أسافر لحالي حتى مع عائلتي أنا ما بخاف. يعني في شغلة اسمها كوتش سيرفينج، هذا موقع بتدفع عليه $20، $29 بالضبط بالسنة، وبعطيك أكسس لكوتش سيرفر. بما معناه أنت بتتعرف على ناس من سكان أصليين. أنا مثلا عندي غرفة حاططها، أي واحد مثلا بده يجي على أوتوا ببعت لي بقول لي أنا بدي أجي على أوتوا أنا وعائلتي مثلا. أنا بكون حاطط الديسكريبشن تبع الغرفة، كم واحد تقدر بقدر أخذ. في منهم بعطيك فري بريكفاست، بده يتعلم لغة إنجليزية، بده يعمل كوميونيكيشن مع نيو كولتشر، بده يتعرف على ناس جديدة. وأنا 99% وفاصلة 9 من اللي عدت منهم معهم كانوا very nice. مرة واحدة واحد بس عدت عنده صراحة غلطي، ما كنتش قارئ كويس، كان كاتب إنه من جاي يعني. لما جيت عنده احترم إني أنا ماليش خص في الموضوع هذا، وقال لي اوكي اي اندرستاند ات، بس طبعا نفسيا هيك بتشعر انك مرة. ايش اللي سويته. لكن كانت بالعكس ساعدني كثير واعطاني اماكن اروحها، وحتى وصلني على المطار يومتها هو ببلاش. فهم جاست بتجيب له هديه معك،
وممكن تقعد ببلاش. يعني هاي الغرف بتكون محطوطة بأرقام بسيطة وبلا أو فري ولا؟ فري أوف تشارج نهائياً. يعني أنا بس أنزل مثلاً بنزل أماكن موسكو مثلاً نزلت على كوتش سيرفينج على 3 أيام. كانت في سيدة وبنتها تتعلم لغة إنجليزية، قالت لي بس باليوم أقعد معها ساعتين هيك أحكي ساعة، فقلت لها اطلعي معي ورجيني موسكو، أنا معني بعرف موسكو ومنها أنت بتتعلمي اللغة وأنا يعني بحكي معك. فالبنت انبسطت كثير، عمرها 15 سنة. إما انبسطت بالعكس قالت لي يوميد يعني أور دي، يعني فهمتي كيف؟ في ناس كثير كوتش سيرفينج، في أكثر من موقع صاروا يعملوا هيك. اير بي ام بي رخيص، يعتبر من ارخص المواقع اللي ممكن تحجز عليها. اجين دائما في الترناتيف، ما تسكر. طيب هذا لحالك. هذا الكلام على مستوى فردي، بس نفس الشيء بينطبق على مستوى الاسره، اني اطلع الاسره بكون تكاليف رخيصه، وبنفس الوقت انا ممكن ارتاح لما بطلع بشوف غرف بهذا الشكل معروض، اصحابها عارضينها بهذا الشكل. يعني هل معقول على مستوى أسرة مكونة من 4 أشخاص 3 أشخاص 5 أشخاص هذا الكلام يكون سهل؟ يا لا، الكوتش سيرفينج هو بيكون كتب لك كم واحد. أنا أحيانا بأخذ 4 5 تيكت كمان دكتور جمال، والتيكت التيكت يعني ما هو أنت أجين إذا أنت تعرف to plan your tickets on advance أكيد. يعني هلا ناس نحكي إنه السفر فري، بس أكيد في مجال إنك توفر. مثال تاني، تروح فولنتير وانت مسافر. يعني مثال ساوث امريكا، انا احكي لك مثال، انا وديت ادم وديته كان عمره 12 سنة، وديته على منغوليا، راح سافر من اوتوا لبكين بالطيارة، اوتوا فانكوفر بكين، كان عمره 12 سنة، سافر لحاله بدون ما يكون مع حدا. وبكين استقبلوه حطوه في القطار وسافر بالقطار لحاله من بكين لمنغوليا، ومنغوليا استقبلوه هناك، كان في كامب. هذا الكامب بده ناس تحكي انجليزي، فكان هايرينج هو سمبدي. فأنا بعدت له قلت له قديش عمار الأطفال؟ قال لي أنا عندنا أطفال كذا لكذا. قلت له أنا عمره ابني 12 سنة وحابه يطلع فولنتير، هل تأخذوه فولنتير؟ هو بيحكي انجليزي كويس وممكن يحكي مع الأولاد، والأولاد يستفيدوا من اللغة، بكون أسهل. أنبسط على الفكرة، قال لي واو إنه ولد يحكي مع الأولاد، أكيد مش حيصير في بارير ورح يصير الكلام يعني زي أكنه فري هيك. فقال لي أوكي، وإحنا بنطلعوا طلعوا رحلات مع بعض وتصوروا على الجمال وسكنوا في التنت هاي، وأخذ جاب الصور طبعا معه. فانبسط كتير، ما كلفنا غير التذكرة اللي كانت 1100 إشي دولار، 1120 كمان. بس كيف غامرت هالمغامرة؟ يعني انك تودي ابنك بالعمر هذا تطلعوا من بلد لبلد 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 وبلاد، يعني وانت يعني صحيح انت عشقك الصين، بس انت ما رحتش ما وديتوش على الصين معك، روح وديته لحاله وديته على مناطق ثانية كمان. يعني شوف، صار مع عدة مشاكل في الطريق وحلها لحاله، وهذا اتوقع انه اعطاه يعني سيلف كونفيدنس، صار واثق بنفسه انه اذا طلع لحاله. طبعا انا كنت مسافر انا وياه اكثر من مره، ودائما بعلمه كيف يروح على الجيت وكيف ياخذ البوردنج باس، فشاف البروسيس هذا عده مرات. حلو. واخر مره كنا جايين من استراليا وطلع بعدها دايركت، يعني احنا اجينا من استراليا وصلنا باخر 8 باول 8 سوري ب3/8 1/8 وصلنا، أو 30/7 كان طيارتنا، 3/8 كانت طيارته على الصين يعني، فعاد يومين بأوتوا، فكان متعلم يعني شوية. مثال خرب تلفونه في الصين، بطل يشحن، فبعت لي مسج من تلفون صاحبه على الواتساب بقول لي بابا التلفون بطل يشحن. قلت له it's your problem، يعني مشكلتك، خلص بالتلفون بطل يشحن، روح على السوبر ماركت شوف واحد صلح لك إياه، وأنا معطيه بس 120 دولار بوكت ماني، مش معطيه أكثر، فما بيقدر يشتري تلفون. طبعاً مرتي قالت لي أوه أنت مجنون، هلا كيف بدنا نعمل معاك كوميونيكيشن؟ ولد صار معاه إشي، قال خليه يتعلم. راح طلع السلك تبع الشحن خربان، فشرى سلك بسنتات دولار يعني، وانبسط إنه حل المشكلة. يعني هو راجع بيعمل بوردينج،
فعمل بوردينج من بكين لفانكوفر، من فانكوفر مفروض يعطوه البوردينج كمان لأوتوما مع بعضه. لما وصل على فانكوفر قالوا له البوردينج عندك خطأ، فلازم تطلع برا وتأخذ الشنط وتعمل بوردينج another one. فطلع برا وعمل بوردينج وتعلم لحاله يسويها، مش موضوعه يعني، الحمد لله وصل تعبنا. يعني انت طبقت اللي طبقوا فيك والدك تقريبا بس انا ابكر كمان لسه انت ابكر. طيب خلينا نحكي شوي عن السياحة الداخلية داخل كندا. يعني اذا احنا بنحكي عن السياحة الخارجية ربما يكون فيها بعض الصعوبات، ربما يكون فيها بعض الـ يعني الريستريكشنز والقيود، وممكن يكون فيها بعض المعوقات. طيب السياحة الداخلية، بتحس إنه السياحة الداخلية في كندا متاحة ولا لا؟ هل إحنا بنهتم فيها ولا لا؟ هل هي بتغني عن السياحة الخارجية ولا لا؟ هلا إذا بدك تشوف الباكن الجميلة في كندا، بدك يعني كندا كبيرة، بدك أقل إشي إذا تشوف كل شيء بدك سنة كاملة بس سياحة. يعني أنا كان I had a plan، كان فترة هيك إنه أعمل كندا تور كل كندا، بس طبعاً الموضوع بده planning وبدك تكون off work وهذا. أنتاريو لحالها في أماكن جميلة. إذا بدك تشوف كل إشي، مثلاً عنا أنا لما نزلت على أستراليا حجزت، كنت بدي أحجز باكج على روح على بحيرة في شمال فيكتوريا، مقاطعة فيكتوريا. فلما سألتني المرة اللي بحجز بتقول لي أنتم من وين؟ قلت لها من كندا. قالت لي I'm not booking you. قلت لها ليش؟ قالت لي عندكم بانف وجاي على هاي البحيرة. قالت لي I'm not booking you. قلت لها أنا ما رحتش بانف لسه. قالت لي لما تروح يعني حتزعل إنك رحت ضيعت مصاري. قالت لي أنا حوديك مكان تاني بس مش حوديك على هاي البحيرة. فشوف قديش مشهورة بانف، وللأسف في ناس ما بيروحوها. المشكلة في كندا الطيران الداخلي شوية غالي. يعني زي ما حكيت لك أنا طلعت على أستراليا وعملت 4-5 مدن ودورتهم $880، وبنفس الوقت كانت التذكرة بس من أوتوا لفانكوفر رايح راجع $850. هلأ مثلا في شركة جديدة نازلة في كندا، أنا بحكي للجميع اللي بدي يستفيد منها، اسمها فلير، FLAIR فلير. هاي تعتبر من اللو بادجت، رخيصة، بعطوك بس هلا كل الطيران الداخلي بعطوك بس شنطتك، غير هيك بتدفع زيادة. ففلير ايرلاين يس هاي هي نازل جديد في كندا، هلا موجودة بس بكندا، بشهر 10 رح تفتح على أمريكا وتصير تروح على بعض المدن الأمريكية، مش عارفين لسه لأنه حسب المدينة، بس تعتبر من الشركات اللي يعني هلا صار عليها الضغط وصارت وارخص اسعارها، ارخص من يعني ممكن اذا انت فليكسبل تحجز على فانكوفر ب $100 رايح راجع. نعم يعني طبعا بانف، الدكتور جمال طلع على بانف في رحله طويله موجوده ومسجله في على كانار تي في يوتيوب وكانار تي في فيسبوك بيج، تقدروا تدخلوا وتشوفوا. كان في كل محطه يعني يصور ويشوف الأماكن الجميلة اللي مر عليها، ف يعني اللي حاب يتعرف يروح يشوف الموضوع هذا على الرحلة تبع بانف اللي مر على محطات كثيرة فيها الدكتور جمال. وكان في رحلة كمان مشوقة صورت فيها 17 عاصمة، رحت على 17 عاصمة في العالم في أنتاريو. في أنتاريو 17 عاصمة في أنتاريو. يعني هاي من الشغلات، الرحلات العجيبة اللي كنت دائما بفكر فيها، عندي بلان إنها منذ فترة طويلة وقمت فيها السنة قبل الماضية قبل الكوفيد. يا اللي صار إنه هاي يمكن أهل أنتاريو يمكن ما بيعرفوا إنه في أنتاريو في 17 مدينة بأسماء عواصم عالمية، موسكو، كوبنهاغن، فيينا، باريس، كينغستون، عواصم مختلفة. فقررت إني أعمل روتس حوالي كان 2200 كيلومتر، ومنه روت كامل
زرنا هاي المدن كلها والعواصم، أو هي في منها قرى يعني زي موسكو عدد سكانها 60 واحد، حتى بالضبط 56 شخص. لما وصلنا القرية هاي الناس طلعت قالت لك مين هدول الجداد يعني فورينرز يا، وإحنا قاعدين بنصور وشو جايين يسووا يعني، قرية صغيرة ولكن إلها معنى إنك تعلم أولادك مثلا يعني. هاي أفوردبل، أتوقع إنها سهلة جدا، سيارة وبتعبي السيارة وبدك تنام يمكن بيتين مرتين ليلتين في موتل وسلامة سلمك. ولكن الأولاد بتعلموا أول إشي الهيستوري تبع أنتاريو، لأنه كل قرية لها هيستوري، طبعا لازم تكون محضر هذا الإشي، وبتعلموا العواصم. يعني كنت أجي عليه أقول له مثلا باريس عاصمة أي دولة، بقول لي مثلا فرنسا، أقول له طيب تعال نحكي عن هاي القرية شو اللي تعلمته فيها. فكان كتير تعليمي يعني، أنا ما بحب أروح بس أتفرج هيك أو أروح أكل وانتهى الموضوع، لا بحب أتعلم الثقافة والتاريخ تبع المكان، تاريخ هو اللي بيجذبك للمكان. طيب إحنا يعني خلينا نكون كمان يعني صريحين، يعني في بلادنا العربية بيكون المكان السياحي اللي بيجوله من كل أنحاء العالم بيكون جنبك، مسافة اللي بينك وبينه بالسيارة بتروح له بجوز بساعتين 3 ساعات بتوصله، والناس بيقطعوا آلاف الكيلومترات بيضلوا بالطيران مدة يوم كامل حتى يوصلوا، وبيجوا من كل أنحاء العالم عشان يزوروه، وإحنا جنبنا ما بنزورهوش. هل هذا بيعطينا مؤشر يعني إنه إحنا زاهدين في موضوع السياحة؟ هل هذا سببه برأيك إنه يا عمي أنت جاي تحكي لي بسياحة، إحنا في عنا مليون مشكلة، مليون مشكلة وجاي تحكي لي في السياحة، خليني أفكر شو بكرة بدي أطعمي الأولاد، لا تجنني وتحكي لي سياحة وما سياحة، شو رأيك؟ هذا كلام وارد؟ وارد وارد، لأنه الوضع الاقتصادي، أتوقع أنه الوضع الاقتصادي هو مؤثر كبير على الأشخاص اللي بيعملوا الأمور اللي بتحكي فيها هاي. ليش؟ لأنه يعني بده يروح يزور منطقة أو مدينة بدها تكاليف. وأتوقع يعني مثال سامي حكى البتراء، البتراء مثلا تعتبر من العجائب اللي الآن صح، العجائب الجديدة السبعة، وفعلا نص الأردنيين يمكن ما راحوها. أنا من الناس اللي ما رحتها، رحتها مرة واحدة مع مدامتي، أول مرة رحتها مع مدامتي، لكن لما رحت أنا ومدامتي وعدنا نفكر فيها ونقرأ عنها، يا رجل طلع لنا كنز يعني، وإحنا مش مستغلينه ولا عارفينه يعني. سواء كيف كانوا الناس أهل البتراء يرعوا ويأكلوا، كيف كانوا يحصدوا المياه من الكوندنسيشن تبع الحرارة، تغير الحرارة، ويستخدموا الأنابيب تبع المياه في تجميعها من الصخور، كيف كانت طريقة البناء، يعني أشياء يعني لم يشهد لها التاريخ، يعني ما بني زيها، يعني الأهرامات ما يبنى مثلها في مكان، طبعا إلا المكسيك وهي بتختلف شوية، ولكن نفسها الأهرامات اللوكيشن. لكن البتراء كمان ومدائن صالح اللي موجودة في السعودية تقريبا نفس البناء، هذه يعني لم يشهد لها أي يعني ما في حضارة عملت زيها. وللعلم مثلا مدينة البتراء تعتبر المدينة الوحيدة في العالم اللي 100% sustainable، يعني ممكن تعيش لحالها بدون أي مقومات حياة من الخارج. طبعا الآن كهرباء وهذا مش موجود، بس أيامها كانت الماء وهذا مهم، الأكل والرعي والزراعة وهذا مهم، والشيء الثالث الأمان، وهذه الثلاث أشياء كانوا مهمين لأي مدينة، والبتراء 100% محصنة بالثلاث شغلات. ففي أمور زي هيك كثيرة للأسف طبعا، قد يكون السعر يعني، أنا برضو بحكي واحد مثلا راتبه 500 دينار مش هيقدر يصرف 200 دينار على هيك رحلة، فالموضوع يس في منه. أحيانا بكون الأمر مش متطلب تكاليف كثيرة، بس بكون الحالة بجوز الحالة النفسية بسبب ضيق العيش، بجوز الإحساس بأنه يعني أنا متضايق والأوضاع مش تمام، فيعني أنا بدي أروح أعمل، ما إلي هالنفس اللي أروح أعمل سياحة. كثير من الناس بيحكي لك بهذا الشكل، بيحكي لك أنا ما إلي نفس أطلع، ما إلي نفس أروح أعمل سياحة، وشايفين العالم كيف، شايفين النكد، شايفين الدنيا كيف عاملة، أنا ما إلي هالنفس. شو رأيك؟
يعني في منه يس. أنا بقول لك يعني هو الوضع الاقتصادي دائما بأثر على الموضوع، لكن أجين إحنا مثلا في الغرب شوي بحبحين يعني، بنحكي أحسن من هذا الله يعينهم هم. ممكن we afford it يعني. أنا رحت مثلا على Prince of Edward Island أكثر مكان بزوروه في الزوار في العالم، مع أنها مدينة يعني هي صغيرة، جزيرة صغيرة. اليابانيين جنون على Prince of Edward Island، لأنه في Anne of Gable هذه قصة موجودة، والقصة كتبت هناك وعاملين عليها غاد يعني هيستوري. ففعليا وهي مشهورة كثيرة في اليابان، لأنها ترجمت للياباني وتدرس في المدارس. فكل اليابانيين بيجوا على كندا بيجوا بس على هذا المكان. فسبحان الله يعني كل مكان له طريقة للجذب. صحيح. طيب أنا بدي أسألك عن الأماكن اللي الناس اللي بيسمعونا الآن بتنصح إنه العالم يزوروها. ممكن تكون داخل كندا، ممكن تكون في إمكانية لزيارتها وهي خارج كندا بس في إمكانية لزيارتها. فشو هي الأماكن اللي ممكن اليوم واحد بده يعمل بلان للرحلات السياحية تبعه؟ شو الأماكن اللي يفكر فيها؟ أنا صعب أحكي كل مدينة في العالم إلها رونقها وإلها تاريخها. نعم. فإذا عندك قدرة مادية في شغلة بسموها الكونتينيوس بلان، هاي بتشتري تيكت لعدة دول على نفس الإيرلاين ألايانس. مثلا نحكي على إير كندا ألايانس مع اللوفتانزا، ألايانس مع إير فرانس، ألايانس مع كي ال ام. فأي مكان بروحوا عليهم هدول، مثلا هم أكثر من واحدة، مثلا أربعة نحكي هدول، تقدر تعمل خط عن طريق الألايانس. بتروح على الألايانس تقدر تروح على عدة مدن. أنا نصيحتي روح زور كل القارات، زور مدن أو دول في قارات معينة. يعني تحاول إنك تأخذ من الشرق والغرب، لأنه كل مكان إلى رونقه. يعني أنا عشت في الصين حوالي 10 سنوات، زرت في الصين 120 مدينة ومكان. يعني صراحة الشرق يختلف اختلاف كلي عن الغرب، الشمال يختلف اختلاف كلي عن الجنوب. فاللي زار الصين مثلا وراح على بكين وشنهاي بقول لك أنا زرت الصين، هو ما زار فعليا كل الصين. اللي ما راح على التبت وعاش مع التبت ما بيقدر يحكي عن التبت، اللي ما زار الشنجان ما بيقدر ايش ما يحكي عنهم، اللي ما زار مثلا يونان اللي هي قريبة على كمبوديا والدول هاي. في أماكن كتيرة يعني بتختلف، لأنه بتعرف الأماكن الحدودية بتغير من ثقافات. فسبحان الله كل دولة وكل مدينة يعني أنا بحكي بتقدر تشوف فيها كتير. لكن أنا مشكلتي في الناس اللي بضلوا محشورين في داخل المنتجعات السياحية والأماكن السياحية. في أماكن ما بتقدر، زي مثلا مكسيك وكانكون، وهي الأماكن خطيرة أنك تطلع منتجعات، بس إذا أماكن مفتوحة وآمنة لا اطلع. شو أكثر شيء يعني كان غريب أو كان يعني عجيب في رحلاتك السياحية اللي طلعتها؟ أكثر مكان مدغشقر. مدغشقر تعتبر يعني هي شبه قارة، يعني بيسموها القارة السابعة، لأنه الطبيعة تبعتها تختلف. الناس بسيطين جدا، لكنها طبعا كانت فيها خطورة زي ما فهمت. الحمد لله ما صار معنا إشي. كان معنا مثال، أعطيك مثال. لو أنا بدخل بدور بمدغشقر بدي استأجر سيارة، كل الأماكن اللي بكتبوا عن السياحة بكتبوا don't drive by yourself في مدغشقر، لازم يكون معك سائق. طب يا عمي أنا بعرف أسوق، طب ليش بدي سائق؟ ما كنت فاهم، لكن قلت زي ما ماشيين الناس برضو امشي ما تعاند وخد سائق. فاتفقت مع واحد واخذت سيارة بسائقها. لما طلعنا في الهاي واي، واحنا بالهاي واي طالعين من أنتاناناريفو اللي هي العاصمه الى مدينه في اقصى الشرق، رحنا نزور القريه اللي سوينا فيها مدرسه هناك. ف
فبنص الطريق هيك بنص الظهر واحنا ماشيين دود شحط بريك. قول له وات هابن، يعني شو اللي صار؟ واللي انزل شوف. نزلت ل في سينك هول، يعني حفرة بنزل فيها، بنزل فيها قطار مش سيارة يعني، وانت على هاي واي. بقول له كيف تعرف؟ قال لي احنا عارفين كل شيء وبنحكي لبعض مثلا بالتلفونات انه في شغلة جديدة هاي بحفروها السكان المحليين عشان توقع السيارات فيها وبسروا اللي موجودين. فهم بدخلوا بطرق زراعية هيك وهيك. طبعا توصل مثلا المغرب خلص بقول لي مستحيل اسوق، واللي حتى لو انا ابن البلد مستحيل اسوق. نقعد فندق يعني المسافة كانت 1000 كيلو مفروض نقطعها بعشر ساعات، قطعناها بيومين ونص تقريبا. بسبب يعني انا بستفيد من الكلام اللي بتحكيه انه اذا بدي اروح على اي مكان للسياحة مهم جدا اني اجلس مع حدا من اهل البلد او اخذ نصائح من ناس بيعرفوا هذا المكان، راحوا له اسمع منهم، اقرا عن المكان، احضر نفسي بشكل كويس، اسمع البوزيتيفز والنيجاتيفز علشان اخذ احتياطاتي. انا بحكيها للجميع، بلانينج بلانينج بلانينج. اذا طيب. ما عندك بلان مكتوب ومطبوع معك على ورق انت ضعت في هاي الدوله، انت ضعت. بلانينج ذا موست امبورتنت. انا رحت على لندن كان معي ترانزيت 18 ساعه تقريبا، فزرت صديق لي اتصلت فيه قبل ما اروح قلت له انا جاي على لندن، قال لي اوكي بشوفك وهذا، قلت له كويس. فلما استقبل اتصل فيه اتفقنا على مكان معين، وصلت قبله من المطار، انا جاي من المطار وصلت على محطه المترو قبله لاني عامل بلان. اوكي وصل هو تبوسنا ومش عارف ايش وين رايح وين جاي، بدنا نروح نفطر. قلت له لا لا في مكان معين نروح نفطر فيه. قال لي شو هو؟ قلت له جو وذ مي. فأنا عارف هذا المكان بيعمل the English breakfast، أنا جاي على بريطانيا مش رايح أكل فول وحمص، هو بدي يأخذني على حول رايح بريطانيا فلازم English breakfast. ففعلا هذا المكان مشهور بال English breakfast، أخذنا والأول مرة بعرف عنه وهيك الدور عليه طبعا. وإحنا بعدين قولي وين نروح، قلت له استنى، طلعت الورق اللي معاي وروح للمكان الفلاني وأنا حاطط الخارطة كيف نمشي له ماشي. بعدين المكان الفلاني حاطط الخارطة قديش بتاخد 10 minutes walking، المكان الثالث وحاطط الهيستوري تبعه، وقاعد بقلب بالصفحات. قال لي تعرف؟ قال لي أنا إلي يمكن 10 سنين في لندن ما رحت كل هاي الأماكن ولا يمكن أسويها بيوم واحد. وآخر إشي كنت متفق مع نائب في البرلمان اسمه جلوي نتقابل نتقابل، وفعلا رحنا على المكان. قال لي كمان متفق مع نائب، قلت له ياس هذا الزلمة أنا بحترم أراءه بحترم فكره فحابب أشوفه وأتعلم معاه فيس تو فيس يعني. ففعلا رحنا وجلسنا وتعشينا مع بعض هو وزوجته وأنا والشاب هذا، بعدين طلعت على المطار وخلصنا. جميل رائع. أنا بدي أتوقف عند هاي النقطة وأحكي لك هالمفاجأة اللي أنت لسه بعدك تعرفش فيها، اللي أنا بدي أطلبها منك الآن على الهواء مباشرة. أول شيء من خلال البزنس كلاب بدنا نعمل سيرفيس في البزنس كلاب، خدمات نصائح واستشارات سياحية تكون أنت ماسكها يا دكتور جمال، أنت المسؤول عنها، أنت اللي ترتبها، هيجيك فيها أسئلة وطلب استشارات من قدم الخدمات هذه مقابل شيء زهيد جدا جدا جدا، دولار دولارين ثلاث دولارات مساهمة من الناس، لكنهم بياخذوا فيها معلومات مفيدة كيف يستفيدوا ويوفروا على أنفسهم، يزوروا أماكن، يخططوا كيف يعملوا بلان سياحي وحتى بلان للسفرات التعليمية تبعهم. هاي واحد. اثنين، بدنا نطلب منك الآن على الهواء مباشرة إن شو رأيك نرتب لسياحة جماعية لمجموعة كبيرة من الأسر على مستوى كندا، ونتقابل في محطات ومن هناك المحطات اللي نتقابل فيها نطلع ونزور أماكن مختلفة ونرتب لها بشكل معين اللي تكون سياحة لعدد كبير وتكون مشرفة عليها كنار، وانت ترتبها يا دكتور جمال ونعملها خطة مناسبة.
معيون التنتين إن شاء الله، معيون التنتين. إذن اللي بيسمعنا ومهتم بهذا الموضوع خليه يتواصل معي أو يتواصل مع الدكتور جمال، أوكي؟ وحنفتح الموضوع لكل الاقتراحات. بعد الاقتراحات اللي بنسمعها حنحط خطة وبعدين نعلن بناء عليه للمهتمين ونبدأ إن شاء الله نتحرك بناء على هذا الكلام. طبعا يعني أنا طيب من عيوني التنتين تأمره. سهام بتعلق بتقول بس بدي أعلق على إنه ما حد من في الأردن بروحوا على الآثار في بلدهم، مشكلة الأردن عارفين كل إشي عن بلدهم، إحنا بهمنا الجنسيات الثانية تعرف عن آثار البلاد العربية مثل مصر موجود فيها الأهرامات، هل ترى المصريين كلهم بيروحوا على آثارهم؟ أهم شيء ننشر عن آثار بلادنا العربية وكل الاحترام. ممكن أجاوب سهام الأخت الله يحفظها وأختنا العزيزة والكبيرة وبتشرف فيها طبعا. أنا معك، في ناس كتير للأسف ما بروحوا على آثارنا، لكن خاصة إحنا اللي خارج برا البلاد، لما يجي واحد يسألك عن الأردن وما تعرف تحكي له شوية هيستوري مثلا، أنت بقول لك أنت where you from، تقول له أنا جوردينيان أو فلسطينيان أو إيجيبشن، ويسألك شوية هيستوري أو شو الأماكن اللي ممكن يروحها وليش لازم أروحها، لأنه هم بروحوا للأماكن لسبب، يعني مش بس للأماكن، فلازم يكون عندك هذه النوليدج، يعني على الأقل نوليدج عن تاريخ بلادك. بديش أحكي ديتيلز وتواريخ 100%، لكن at least some information، ولما أنت تروح المكان هذه المعلومات ترسخ في دماغك، مش زي أنك يعني أنا قرأت عن القدس كثيرا، ولكن لما رحت القدس اختلفت فكرتي ونظرتي على القدس القديمة والشوارع والمداخل والمباني، ففعليا لا، أنا أتوقع أنه لازم، أنا بشجع الجميع يروحوا ويزوروا، خاصة لما أردني مثلا ساكن في الأردن، ساكن في كندا وبدي روع الأردن، لا روح زور، منها بتدعم الاقتصاد المحلي ومنها بتعلم أولادك تاريخ وآثارنا وبلادنا، هذا شيء مهم يعني. صحيح، وإحنا نفسنا هذا الكلام تعرضنا له، كثير ناس كانوا يسألونا لما بدك تروح على المكان الفلاني على البلد الفلاني وين أروح، يسألوك حتى مش بالضرورة يسألك عن الأردن لأنك أنت من الأردن، ممكن يسألك عن مصر، هو رايح عن مصر بيعرف أن أنت عربي، بيسألك بيحكي لك أنت عربي أنا رايح زيارة على مصر وين بتنصحني، بيسألك عن المغرب وين رايح، أنا رايح على المغرب فين بتنصحني. فالحقيقة يعني زيارة ما بين الدول العربية والشعوب العربية شيء مهم. احنا في عنا طموح انه في جمعية عرب كندا اللي تأسس بدايتها نواتها في أوتاوا، وان شاء الله يعني يبدأ بعد ما بدأت تخف مشاكل كورونا او نتكيف مع مشاكل كورونا، ان شاء الله يبدأ الاعداد للمرحلة الثالثة منها، هي خلصت المرحلة الثانية نبدأ نعد المرحلة الثالثة، وبعد هيك يكون في تعارف ما بين الثقافات العربية. احنا عملنا برنامج اسمه جمال الفلكلور والتراث العربي، شوفوه على كنار تي في، موجود فيه كل بلد من البلاد العربية جاء ابنائها بانفسهم تكلموا عن ثقافتهم، تكلموا عن تراثهم، تكلموا عن اثارهم، تكلموا عن فنونهم من غناء وموسيقى ورس ورسومات وكل هذا الكلام، أيضا ثقافات من داخل البلاد نفسها، الإثنيات اللي داخل كل بلد إجوا تكلموا عن أنفسهم. برنامج رائع قدموا جمال ونسرين، كان كثير مميز، بنصحكم تشوفوا. يعني كويس يكون في عنا هذا التعارف ما بيننا إحنا بعضنا البعض، لما واحد بيسألني شو ممكن تشوف أنت في تونس أكون عارف أجاوبه، شو ممكن تشوف في سوريا أكون عارف أجاوبه، يعني ممكن أكون عارفها من الصور يعني، لكن إذا صار عندي مجال إنه يصير في عندي هيك سياحة إني ما أقصر. دكتور جمال، إحنا في نهاية حلقتنا، بدي أشكرك شكر جزيل. أنا بس حابب أصلح السياحة الفيرتشوال اللي أخذنا فيها، الشعورية، السياحة الشعورية اللي أنت أخذنا فيها الآن في الفترة في الأوقات هذه الجميلة، فأترك لك الكلام الأخير قبل أن ننهي. أنا بس بدي أصلح، سامي بيحكي إنه كتير من أهل كوبيك بيحبوا يزوروا قلعة الكرك،
في الأردن، لأنه اسمها في الحقبة الصليبية كان مونتريال، هي قلعة الشوبك، مش قلعة الكرك، قلعة الشوبك اللي اسمها مونتريال. ففعلا يس، يعني في كثير من أهل الأردن يمكن ما بربطوا العلاقة، ولكن اسم قلعة الشوبك كان هو مونتريال. هذا شيء جميل إنه أحيانا فيلادلفيا، عمان، في أسماء زي هيك كانت موجودة، وبالعكس أنت لازم تكون عارفها وتفتخر فيها لما بتحكي مع الكنديين أو الأجانب. نعم، لأنه إحنا أصل الثقافة، يعني الثقافة أو الحضارات هي طبعا تعزز من الثقافة والمعرفة، ودخول المكان غير عن السماع عنه بالتأكيد. وكل مجتمع له ثقافته اللي إحنا ممكن نستفيد منها. طيب احنا يا جماعة عند وعدنا ان شاء الله، اللي مهتم بالرحلة السياحية هاي اذا شفنا فيه اهتمام كويس، يعني حنعمل الخطة تبعها، وان شاء الله تكون شيء يعني مفيد للجميع. حتى ذلك الوقت نستودعكم الله، ان شاء الله تكون الحلقة كانت جميلة وخفيفة ولطيفة عليكم. الى اللقاء. السلام عليكم.